بسم الله الرحمن الرحيم. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صفا آن لائن چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے. جیسا کہ آپ کے سامنے روزانہ ہی تلاوت قرآن، درس قرآن، درس حدیث، حقوق العباد اور خدمت خلق سے متعلق مختلف علماء کرام کے بیانات اور فقہی مسائل، طبی معلومات، مناظر غربت اور صفا بیت المال کی رفاہی و فلاحی خدمات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں. آئیے سب سے پہلے ہم تلاوت قرآن سے مستفید ہوتے ہیں. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي
له موسى فقضى عليه. قال هذا